التنقل بين المدن بواسطة جواز التلقيح لفتيس يحسم الجدل. أكد مصدر مسؤول أن مراسلة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى الولاة والعمال واضحة بشأن التنقل بين المدن، وتؤكد على ضرورة التوفر إما على رخصة استثنائية مسلمة من السلطات المحلية أو الإدلاء بشهادة تطعيم ضد فيروس كورونا بجرعتين. جاء ذلك بعد موجة الغضب والاستنكار التي خلفها قرار من أفراد الدرك الملكي توقيف المواطنين وتغريمهم بسبب عدم توفرهم على رخصة التنقل رغم الإدلاء بجواز التلقيح ضد فيروس كورونا بجرعتين. وأضاف المصدر ذاته أن قرار وزير الداخلية الصادر في 5 يوليوز والذي توصلت به كل الأجهزة الأمنية يؤكد على أن الأشخاص الحاملين لهذه الوثيقة ليسوا بحاجة إلى التوفر على وثيقة إضافية للتحرك عبر جميع أنحاء التراب الوطني بكل حرية ودون قيود. وأكدت مراسلة عبد الوافي لفتيت الموجهة للولاة والعمال أن جواز التلقيح يعد كافيا، وأن الأشخاص الذين يتوفرون على هذه الوثيقة يحق لهم التنقل دون أي حاجة إلى استصدار الرخصة الاستثنائية، وأن التنقل بين المدن يحتاج لأمرين: أولهما الإدلاء بشهادة التلقيح ضد فيروس كورونا بجرعتين، أو التوفر على رخصة استثنائية مسلمة من قبل السلطات المحلية.